أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. يقول السائل: إذا كان المسافر على راحلته، هل الأفضل أن يصلي النافلة على راحلته أم يقف فيصلي ليؤدي الصلاة على أكمل وجه؟ هذا تكلف، أنه يعطل السير يقول أصلي على أكمل وجه. هذا أكمل وجه، صلاتك على الراحلة أخذا برخصة الله هو على أكمل وجه، فاقبل من الله تيسيره ورخصته وصل على الراحلة الحمد لله. نعم.